سعادة السفير سيدي محمد محمد عبد الله سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية. سيدي الرئيس، أتشرف بتسليمكم أوراق الاعتماد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تشرفت قبل قليل بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة تقديم أوراق اعتمادي بصفتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة، وقد نقلت لسيادته تحياتي وتقديري أخيه فخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني وتمنياته له شخصيا بدوام الصحة والعافية، وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار. نحن في موريتانيا نعتز كثيرا بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي، ونتطلع إلى أن تتعزز هذه العلاقات وتتوسع حتى تشمل جميع الميادين، وخاصة في العمل المشترك على بناء تعاون اقتصادي بناء وعلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بما يتماشى مع المستوى الممتاز للعلاقات السياسية القائمة بين قائدي البلدين سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وفخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني. يتجلى ذلك بشكل واضح في المشروعات التنموية الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا بين البلدين، وعلى رأسها الطريق البري الاستراتيجي الذي سيربط مدينة تندوف الجزائرية بمدينة زويرات الموريتانية، وبالمعبر الحدودي الذي تم إنشاؤه مؤخرا وسيجري افتتاحه قريبا بإذن الله. هذان المشروعان الحيويان سيسمحان لا محالة بانسيابية حركة البضائع والأشخاص بين البلدين وبخلق شراكة اقتصادية متينة بين الفاعلين الاقتصاديين بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، كما سيسمح لأول مرة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بالعبور عبر موريتانيا في اتجاه أسواق القارة الإفريقية كافة.